ريدي؟ اوكي. بس عشان بس ان كيفك؟ الحمد لله. مشاركتك اليوم بايفنت انساني بحت اجتماعي بحت. ليش شاركت؟ ليش وفقت تكون بهذا الايفنت؟ لانه موضوع وطني يعني، موضوع الجريح هو موضوع وطني يعني. اول شيء لما الجريح بيصير الانسان بيصير يحس انه في مؤسسين على هيدي، اقل ما بحس بالامان لو سمح الله، لانه هو رقم واحد ما عم بفكر شو بيصير فيه. صحيح. استاذ باسم، لننتقل من هذا الموضوع، عارف شو عم تحضر شو جديد؟ شو رح نشوفك بشيء قريبا؟ هلا في مسلسل هذا برمضان على الفيوتشر رح يكون هلا قريبا اسمه العشق المجنون. صحيح. على شاشه الام تي في بوقت منيح، بالاضافه لمسلسل اسمه شريعه الغاب، كنت انا وعلي لحول. اوكي. هذا بعد ما انعرض اخراج منصور الرحماني ابن مروان، كتابه مالك ابن مروان. اوكي. والموسيقى لطارق ابن مروان الرحماني. اوكي. فان شاء الله المسلسل كمان حط عليه امل كبيره، بالاضافه لمسلسل كبير كثير بمصر بيحكي عنه بوقتها. خير. بدي منك كلمه للبلد والشعب اللبناني، وين شايف حمد رحيم؟ ما بعرف، ما بفهم كثير سياسي. اللي بفهمه انه نحن لازم نحب بعض، لازم نوقف، انه انا برايي يطلع زعيمين بيكرهوا بعض يسلموا على بعض، خلي الناس تنزل على الشارع وتسلم على بعضها، لانه الناس ما عندها ضغينه، بس نحن بنلحق على طول قائدنا. برايي انه لازم كلهم هم القواد يوقفوا يسلموا على بعض، العالم تنزل وتسلم على بعضها وتقعد على بعض. بس شكرا لك، كل التوفيق. ثانك يو.